رئيس النادي المدني بمصر. نسمع سقفة كبيرة كابتن تامر عز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر حبيبي واخويا الكابتن ياسر العسكر والاستاذ احمد عثمان على الدعوه الكريمه دي. وعايز اقول ان سامر الجنوب ده بيقدم رساله لينا كلنا، للجنوب كله. فانا بشكرهم على الاحتفاليه دي، وبشكر كل الناس اللي شاركت في الاحتفاليه دي. وانا طبعا على طول مع سامر الجنوب، وبحيي طبعا وبنشكر كلنا طبعا مكتبه واداره مكتبه مصر الجديده على استضافتها للحدث. وبنقول لهم ان انتم من هنا سامر الجنوب بيدي رساله لكل مصر، ان الجنوب كل واحد، اسوان نوبي كل واحد. شكرا. نشكر كابتن تامر عز.